في ثلاث مناطق تعليمية عملت فيه: منطقة ينبع التعليمية، وبفضل الله إلى هذا اليوم لدي تواصل مع طلابي في مصر، فمنهم بفضل الله من هو مهندس، من هو طبيب، ومنهم من هو إعلامي. فإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يأتي اليوم الذي أقابل فيه أبنائي الطلاب وهم في مناصب عليا. قبل أسبوعين سألت أبنائي الطلاب ما هي أمنيتهم؟ حقيقة سعيد جدا عندما سمعت أمانيهم. كانت الأماني مني في الطب، في الصيدلة، في الهندسة، وفي علم البلد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحقق أمانيهم. كم عدد السنوات التي قدمت فيها تعليم في المملكة؟ 25 سنة قدمت التعليم. ما الوظائف التي قمت بممارستها قبل أن تصبح خارجا من المملكة؟ عملت معلم لثلاث أعوام، عملت وكيل لتسع أعوام، وبقية الأعوام عملت قائد. ما هي أعظم الصعوبات التي تواجهها أثناء عملك؟ لا يوجد في العمل صعوبات، وهذه حقيقة لا توجد صعوبات على حسب الأدوات الموجودة. تضع خططك وعملك قائد على حسب لا أعتقد أن هناك صعوبات في التعليم. الصعوبات تتحقق بإذن الله إذا كان لدى الطالب معلمين أكفاء. سالي فاضل، هل تعرفت لنا بكلام عن عمل قائد الآن؟ عمل القائد الآن يعتمد على التخطيط والتوجيه، فهو موجه وهو قائد المجموعة والعدة أدوات موجودة معه. حقيقة في سنوات القائد كان يعمل كل شيء وهو المتحكم في كل شيء، أما في سنوات أما في ثلاث سنوات في الفترة اللي عملت هي لم أجد الصعوبة في هذا العام. قبل ثلاثة أيام كنت أتكلم مع زميل لا يوجد لدي عمل هنا حقيقة، لأن كل معلم موجود هنا قائد. لا يوجد لدي مشاكل من فضل الله، لا أصاب مشاكل، وإن شاء الله أني لا أصاب هذه المكان. الإدارة الناجحة تعطي عملا ناجحا، ما رأيك في هذه العبارة؟ وهل شرحتم لنا مضمونها أو معناها؟ قبل هذا الكلام، العام الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت على جائزة حق الصنع للتميز، وحصلت على جائزة التعليم للتميز، وحصلت على الاعتماد المحكي. هذه المقولة صحيحة إذا وجدت الأدوات المساعدة. المقولة هذه صحيحة جدا وسليمة إذا وجدت الأدوات المساعدة كما هي الحمد لله. قدم مستوى التعليم في الماضي وكيف؟ ليس مستوى التعليم فقط أنا شخصا، عندما عملت في ينبع كان كنت داوم إلى المدرسة في ساعة ونصف، وكل كان الخط صعب جدا، خط جبل. العام الماضي وصلت في ثلث ساعة من عاش السنوات، وهذا الآن يشهد نهضة جدا ممتازة في التعليم، وهذه لم تأتي إلا بخطط وعمل. هل ستقوم المدرسة بأفلام طلابية وإلى أين؟ هذا السؤال موجه لمسؤولية التعليم الآن مؤقتا لوجود أنظمة سوف تتحقق إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله.
على ما تقدمت به من نصح والإحسان. فإن الله